وللحديث أكثر عن الاستعدادات الحكومية في العراق لبطولة خليج 25 والاستياء الشعبي من محاولات التغطية على الأزمات التي تعيشها البصرة بجدار يخفي العشوائيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة الكاتب والباحث العراقي الدكتور حسين الشمري. حياكم الله دكتور حسين. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور حسين. يعني ترحيب شعبي عراقي كبير ببطولة كأس الخليج وضيوفها الخليجيين التي ستقام في البصرة بعد أيام، مراقبون عدوا ذلك رسالة وطنية عراقية ضد القوى التي لطالما دفعت لعزل العراق عن محيطه العربي، ما مدى صحة ذلك برأيك؟ نعم، في البدء أقدم التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد لقناتكم وللمشاهدين الكرام. هذه حقيقة لا غبار عليها، البصريون سيحتضنون إخوتهم الخليجيين في بطولة خليجي 25 في البصرة، وبهذا يبرهنون على انتمائهم العربي. فالخليجيون في البصرة هم في بيتهم وفي دارهم وبين إخوتهم، وهناك حماس كبير لأن يقدم العراقيون أقصى ما يتمكنون من دعم ومن ترحيب ومن ضيافة للخليجيين الذين سيحضرون، وإن كانت ظروف البصرة غير مؤهلة أصلا لاحتضان هذه البطولة. ولكن أريد من هذا الأمر وتحت ضغط جماهيري أن تقام البطولة في موعدها وفي البصرة، وهو استحقاق عراقي وهو هدف مشروع للجماهير العربية التي أبعدت خلال عقدين من الزمن عن حضن الأمة بصورة منسقة. ولكن هناك من يسأل أستاذ أو عفوا دكتور حسين، يعني هل الحكومة حققت التنمية في البلاد حتى تستضيف بطولة مهمة كهذه، أم أن رغبة الحكومة لربما في تلميع صورتها هو الدافع وراء استضافة البطولة كما أشارت إلى ذلك بعض مراكز الأبحاث؟ الإهمال الذي تعرضت له البصرة خلال عقدين من الزمن لا يمكن معالجته بفترة قصيرة، فكما يعلم الجميع أن الإعمار يتطلب وقتا وجهدا أكثر من التخريب. التخريب سهل، وربما من يمر بشارع الوفود يرى إزالة التجاوزات التي حصلت على الشارع، أزيلت التجاوزات خلال أيام، ولكن إعادة المشهد الجميل لهذا الشارع تتطلب سنوات ربما حتى يظهر بالمظهر المناسب للوقت ولما تحظى به البصرة من أهمية اقتصادية وسياحية. نعم، الحكومة المحلية في البصرة هي تراهن على إثبات نجاحها من خلال استضافة هذه البطولة، وقد بذلت جهود كبيرة جدا، والآن تتزاحم الشركات في تنظيف البصرة وفي إقامة الحواجز أمام العشوائيات، والعشوائيات هذه لا يمكن إزالتها يعني بجرد قلم كما يقال، فهي أشبه بالورم الخبيث الذي ينخر جسد الأمة. دكتور حسين، هذه العشوائيات. نعم، عفوا، هل يكون الحل برأيك يعني ببناء جدار يعني وصلت كلفته إلى 45 مليار دينار؟ يعني هناك من قال أن هذا المبلغ يكفي لإعادة تأهيل تلك العشوائيات أساسا. نعم، هذا يمكن، ولكن هذا يعني هل يجري بناء الدور أو الوحدات السكنية لذوي العشوائيات يعني بفترة قصيرة؟ يعني السباق مع الزمن وموعد إقامة البطولة لا يعطي فرصة للمسؤولين بأن حتى يحركوا أصحاب العشوائيات من أماكنهم.
لهذا لجأوا إلى ما أسميته أنا بستر ستر العورات. يعني هذا أمر، يعني لماذا إحنا نقدم على مثل هذه الأمور؟ يعني لما لا يطلع الناس على واقع المدينة؟ وبالتالي يعني هذا ربما يعطي فرصة لمستثمرين، لشركات عربية خليجية، يمكن أن تسهم في بناء المدينة بدل من أن نقوم بحجب هذه المناظر وبكلف وب يعني حتى قطع للشوارع، وعلى أساس يعني هذا الجدار ممكن أن يستغل للإعلانات التجارية، ولكنه هو حجز لهذه المناطق ولمواطني هذه المناطق بشكل ربما فيه شيء من التعسف. ولكن الحرص حرص الحكومة المحلية على أن تظهر المدينة بشكل مختلف هو الذي أدى إلى هذا. ثم إحنا تعودنا حتى على الحكومات المركزية، يعني من 2003 إلى الآن الجميع يعمل على الساعات الأخيرة، يعني ليس لدينا تخطيط بعيد المدى أو حتى استراتيجي لتنفيذ المشاريع. يعني تشكيل الحكومة يكون في الساعات الأخيرة، اختيار رئيس الجمهورية في الساعات الأخيرة، بعض المشاريع في الساعات الأخيرة، وهذه الساعات الأخيرة هي التي سببت كل هذه الكوارث في هذا الجدار البلد المظلوم. دكتور حسين، يعني نعم. الجدار الذي وصلت كلفته كما ذكرنا إلى 45 مليار دينار، كشفت مصادر صحفية عن أن المقاول الذي أنشأه على علاقة بأسعد العيداني، ما الذي يعنيه نعم. ذلك برأيك؟ ألا يوجد فساد في هذا الملف؟ والله هي دائما الساعات الأخيرة يعني تنطوي على شيء من الفساد. يعني أولا لا يمكن يعني المتطلبات القانونية من المناقصة ومناقشة العروض وأخذ أوطأها وأنسبها، هذا لا يمكن أن يحصل في مشاريع أو في قرارات الساعات الأخيرة. أكيد هم استدعوا أو استعانوا بشركات مأخذة مشاريع كبيرة في البصرة وكلفوهم بهذا العمل. يعني تصور احنا في منطقة الزبير مثلا شركة النرجس اوقفت بعض اعمالها لانه وجهت جهودها الى الجدار والى تنظيف المدينة على حساب تأخر تنفيذ مشروع البنية التحتية في يعني تبليط الشوارع وغيرها من الخدمات في قضاء الزبير. أكيد يعني هو بهيك حالة، يعني أولا الأسعار راح تكون يعني الأسعار مبالغ فيها والكلف غير حقيقية، وقسم منها يعني يذهب إلى جيوب متنفذين. ولكن للحقيقة نقول أن أسعد العيداني يعني حقق نهضة في البصرة، حقق نهضة في البصرة، يعني هذا يحسب له. ولكن إهمال السنوات السابقة يعني ما زال يمثل شبحا يطارد أي مسؤول يتصدى للمسؤولية وللبناء في هذه المدينة التي يعني ربما نقول بحق أنها مدينة منكوبة ولم تأخذ استحقاقها من الدولة ومن خلال الموازنات، على الرغم من أنها الممول الرئيسي لكل موازنات العراق خلال العصر الحديث. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من البصرة الكاتب والباحث العراقي الدكتور حسين الشمري.